حسم المعركة لصالح أردوغان في رأيك إلى أي مدى بدت مخاوف السكان هناك خاصة اللاجئين السوريين منهم؟ تفضل حمزة. نعم أسامة، بعد ليلة حافلة قضاها سكان ولاية هاتاي منذ مساء أمس إلى غاية فجر اليوم، عادت الأجواء هنا إلى طبيعتها في مدينة اسكندرون بولاية هاتاي. اقتربنا من بعض المواطنين عبروا لنا عن ارتياحهم بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية ثانية بولاية أخرى أقول، خاصة في ظل التصريحات التي أطلقها أمس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقال فيها بأن المناطق الجنوبية المتضررة من الزلزال ستكون من ضمن أولوياته. أما إذا تحدثنا عن ورقة اللاجئين السوريين هنا في تركيا، فبعد ترقب وتوجس خيما على المشهد الانتخابي منذ انطلاق الحملة الانتخابية في جولتها الأولى و الثانية، وبعد أيضا تصريحات وصفت بالعنصرية منفكة المعارضة تطلقها، هنا يبدو المشهد بالنسبة للاجئين السوريين مرتاحا وتنفسوا الصعداء. يعني أكثر من 3 ملايين سوري هنا في تركيا تنفسوا الصعداء بعد إعلان فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذه الانتخابات، خاصة في ظل التصريح الذي قاله أمس الرئيس التركي أردوغان بأنه طمأن اللاجئين السوريين في خطاب النصر.